احنا قلنا كله ده بالذكاء الاصطناعي وكلام من هذا القبيل. مارس 22 بقول للمواطن المستورد ايه؟ بقول له انا مش هغلبك معايا، مش هيحصل الكلام اللي كان موجود قبل كده. احنا الفريق كامل بيتكلم على تجهيز وتطوير المواني بالشكل كبنية أساسية كمنظومة، لكن النهاردة المنظومة المالية اللي بتدير هذا الأمر أيضا احنا طورناها بإيه؟ بالميكنة الكاملة. أنا مش عايز أقول لكم حجم المليارات اللي انفقت في هذا الأمر اللي هو بيتكلم عليه الدكتور محمد عشان نعمل المنظومة دي. وبالمناسبة أنا قلت للدولة من 3 سنين ولا 4، قلت لهم لو أنتوا تقدروا تعملوا لي ميكنة كاملة لمصر لكل الأنشطة بتاعتنا عشان نحيد العامل البشري وإجراءاته، وقلت له عايزين 100 مليار جنيه، احنا حد يقول لي 100 مليار جنيه تدفعهم في ميكنة لدولة؟ أقول له أيوة. خلي بالكم الدولة زي مصر فيها 100 مليون، حجم العمل لو مميكن ميكنة كاملة كتير كتير من الحاجات اللي انتوا بتعانوا منها وبتشوفوها مش هتبقى موجودة. لو في فساد عايزين تواجهوه بجد، مش هيتواجه غير بكده، ان البشر ما يتعاملش غير مع مكن، سواء كان المواطن بيتعامل مع مكنة، أنا آسف إني بقول كده، ولا الموظف اللي عندنا بيتعامل مع المكنة، مفيش اتصال مباشر للموضوع. فهنا الكلمة النقطة دي بالذات أنا بتكلم فيها ليه؟ لأن إحنا لما اتكلمنا في الموضوع ده مع الدكتور مصطفى ودكتور محمد، إن إحنا ما دام النظام ده موجود في العالم ما ندخلوش عندنا ليه؟ اللي هو بيخاطب الشركة بيبقى بينه وبين الشركة المصدرة واللي قائم بعملية الاستيراد، يبقى الموضوع هو يبعت لي الشحنة قبل ما تيجي، احدد له ادي له الموافقة عليها انها تخش ولا لا قبل ما تتشحن من اصله، مش كده؟ مظبوط. بدل ما تيجي وتتحط عندي في الـ في الـ في المينا وتتسبق وانا اللي اتحمل المسؤولية. لا لا لا، البضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر يبقى المستورد عارف ان البضاعة دي مش هتخش، وبالمناسبة مش هديله موافقة انها تخش من اصل، مش هتنزل على المين، هترجع تاني. فهو هيبقى ده اجراء احنا بنعمله قد تجدوه صعب، لكن احنا بنعمل اجراءات الدنيا كلها المتقدمة بتعملها. احنا مش هنبقى عجبة، لا احنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا وبيعمله، واحنا بنحاول نحصله عشان نسهل على الناس، نضمن ان الحاجات اللي بتخش بلدنا حاجات طبقا للمعايير. النهارده لو في حاجه فيها مخاطر يعني مخدرات مش عارف ايه، كل ما هنسيطر على الحركه، حركه دخول المنافس بتاعتنا البريه والبحريه والجويه بشكل كامل، هنقدر نحقق الامل اللي احنا بنقول فيه ان احنا شايفين بنسبه زي المعايير العالميه. احنا مش هنقدر نشوف بالمطلق كل شيء، مش كده؟ لكن هنشوف زي ما غيرنا في الدول المتقدمة بيشوف ايه اللي داخله وبيتعامل عليه. المصدر المستورد خاطب الشركة، الشركة خاطبت الجمارك، هو دي البضائع اللي هتطلع اللي عندكم نوافق عليها، نقدر نحدد الأسعار بتاعتها، هيبقى ممكن في نسب كبير جدا منها حتى ما يتمش الكشف اللي هو لا، ممكن يبقى مع منظومة الاكس راي اللي هتتحط ومنظومه الكشف وكلام من هذا القبيل، ان يبقى فيه يعني حتى انتقاء عشوائي بس لبعض، مش كده ولا انا؟ مظبوط. وانا رحت لما من 5 سنين 17 مش كده في سنغافوره، مش كده، لقيت المينا شغالها كلها طقم قاعد 8 افراد، والاوناش بتشيل الحاجه وتحطها على العربيات والعربيات تمشي، ولا حد بيكلم حد. احنا رايحين لده ان شاء الله، ان شاء الله رايحين لده، وانا بقول مارس 22 مش كده ان شاء الله. وعشان كده بقول الكلام ده مش للدكتور محمد، لان هم التوقيتات دي هم رتبوها من اكتر من سنه ولا اتنين، لكن انا بقول الكلام ده عشان لما النهارده انا بقرا الاقي في الجورنال في الجمهوريه والاخبار مثلا تصريح للماليه ان معاد احنا مش عارف 2000 شركه سجلوا في الاس يو اي في الموضوع بتاع الجمارك، اسف الضرايب. طب يا جماعه الباقي ما تساعدوا زميلكم، عشان احنا بنعمله عشانكم مش بنعمله عشاننا، عشان لا احنا بنعمله عشان نعمل حاجه فيها انتظام وفيها انضباط وفيها شفافيه كبيره جدا جدا. فبرضه بقول ده عشان الناس اللي مطلوب ان هم في الموضوع بتاع اكتوبر القادم ده، لما اخذ
احنا ان شاء الله الخطوه اللي هنخدها قدام مفيش فيها لا وقوف ولا رجوع. انا بقول لكم من دلوقتي عشان ما حدش يزعل مننا. شكرا جزيلا. شكرا فخامه الرئيس.